بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ هنكمل كلامنا عن الوولز اوف ذا ميدل اير، او الوولز او الجدران او الباوندريز او الحدود بتاعه التيمباني كافيتي. عايزك تنسى خالص الرسومات اللي احنا اخذناها في الوولز اللي فاتت وتركز معايا في هذه الرسمه الاساسيه. دي تعتبر هي الرسمه الاساسيه او الموديل الاساسي لمكونات الاير، وزي ما اخذنا في كتير فيديوهات في بدايه الاير خالص، اخذنا انه هنا بتتواجد الاكسترنال اير واي، تحديدا الاكسترنال اوديتري ميتس، وهنا بيتواجد الايه التيمبانيك ممبرين. وزي ما احنا شايفين كل دي تعتبر حدود التيمبانيك كافيتي او الايه الميدل اير، خلاص كده. وهنا بيتواجد جدار تاني او وول تاني، واخد بالك، بيفصل ما بين الميدل اير والانر اير. يبقى انا هنا عند التيمبانيك ممبرين او عند طبلة الاذن هو يعتبر الحد الفاصل او الحدود ما بين الاكسترنال اير والميدل اير، بينما هنا ناحيه الميديال هنا بيتواجد جدار بيربط ما بين الميدل اير اللي هي الاذن الوسطى وما بين الانر اي الانر اير او الاذن الداخليه. ببساطة جدا لما انا اجي اتكلم معانا الباوندريز او الحدود بتاعة التيمبانيك ممبرين، واجي اتكلم مثلا عن التيمبانيك ممبرين، فنجد ان التيمبانيك ممبرين يعتبر هو يعني كل المنطقة دي كده من فوق لغاية اخر التيمبانيك ممبرين. هذه المنطقة بتعبر عن اللاترال وول او الجدار الخارجي للميدل اير او للاذن الوسطى، وانه المنطقه دي كده من هنا من فوق لغايه تحت دي كلها بتعبر عن الميديال وول، الميديال وول تو ذا تيمبانيك كافيتي، لانه هذا الجدار هو اللي بيربط ما بين او بيفصل ما بين الميدل اير وما بين الانر اير. طبعا هذه الرسمه طريقه السكشن او طريقه القطاع بتاعها مختلف شويه عن الرسومات اللي جبناها في الفيديو السابق او الفيديو اللي قبليه عشان ما تتلخبطش بس، خلاص. طيب الرسومات اللي فاتت انا كنت جايب لك الميدل اير او الاذن الوسطى بس، وكنت يعني جايبها لك من زوايا معينه بداخل الميدل اير، انما هنا انا جايب لك الاكسترنال اير والميدل اير والانر اير كلها، وبوضح لك انه اللاترال وول هو يعتبر الحد الفاصل ما بين الميدل اير والاكسترنال اير، وان الميديال وول هو يعتبر الحد الفاصل ما بين الميدل اير والانر اير. ويمكن اذا جت فرصه في المستقبل اشرح لك الزوايا دي بالظبط، يعني في الفيديوهات اللي فاتت اشرح لك الزوايا اللي انا جبت لك منها الميدل اير او التيمبانيك كافيتي، لكن ده بشكل عام هو التصور الايه الاساسي او التصور الاصلي لك للاير. طيب لما نيجي نتكلم عن اللاترال وول او الجدار اللي هو اللاترال او الجدار الخارجي اللي بيفصل ما بين التيمبانيك كافيتي وبيفصل ما بين الاكسترنال اير، هنجد اول حاجه عندنا هنا التيمبانيك ممبرين او اللي هي طبله الاذن، وهنجد هنا اهو التيمبانيك كافيتي بيقسم الى منطقتين، المنطقه رقم 1 والمنطقه رقم 2. المنطقه رقم 1 ديت بنسميها الابي تيمبانيك ريسس، كلمه ريسس يعني جيب، وابي تيمبانيك يعني الابي يعني الحته اللي فوق من التيمبانيك. بينما هنا المنطقه رقم 2 اللي هي بتتواجد قصاد او اوبوزيت تو ذا تيمبانيك ممبرين، زي ما احنا شايفين ادي التيمبانيك ممبرين، المنطقه دي بنسميها الكافيتي بروبر. الايه الكافيتي بروبر؟ يبقى انا عندي منطقتين ممكن احنا نشوفهم، ممكن ان احنا نشوفهم عند اللاترال وول. المنطقه اللي هي رقم 2 ديت اللي هي بتبقى قصاد التيمبانيك ممبرين بنسميها الكافيتي بروبر، انما المنطقه رقم 1 دي بنسميها الابي تيمبانيك ريسس، او يعتبر الجيب اللي موجود في اعلى التيمبانيك ايه كافيتي. يمكن لما نيجي نبص على العظام اللي موجوده عندنا في الميدل اير، يمكن اول عظمه هنا اسمها الميليس وتعني المطرقه، ولما نيجي نجيب صور واضحه قوي للميليس ديت هنعرف ليه اسمها المطرقه او ليه اسمها ميليس. في عندنا تاني حاجه الانكس، السندان، يعني كان دي مطرقه والسندان ده اللي هو المفروض المطرقه بتدق عليه يعني، خلاص. طيب يبقى انا عندي المطرقه والسندان، وعندي اخر حاجه اسمها الستيبس. كل اللي انا عايزك تعرفه من الرسمه دي ان الميليس مرتبطه بالتيمبانيك ممبرين، مرتبطه بالتيمبانيك ممبرين، بينما الستيبس الناحيه الثانيه بتبقى مرتبطه بالايه ويندو كده او شباك كده بيبقى بيضاوي الشكل، شوف عامل زي البيضه كده بيضاوي الشكل، بنسميه الاوفال ويندو. يبقى انا عندي كده اربط الميلياس ده مرتبط بمين؟ مرتبط بالتيمبانيك ممبرين، بينما الستيبس مرتبط بمين؟ بالاوفال ويندو. انا عايزك تثبت القاعده دي عندك. الانكس ده بقى في النص، الانكس ده بيربط ما بين الميلياس والستيبس، ادي كده معلومات. طيب عندك الميلياس دي زي الشاكوش، الانكس زي السندان، الميلياس مرتبطه بالتيمبانيك ممبرين بتاع الاكسترنال اير بتاع الاذن الخارجيه، بينما الستيبس مرتبطه بالاوفال ويندو اللي هو مرتبط بالانر اير او بالاذن الداخلي. في عندك شباك تاني تحت كده اهو، تمام، اسمه الايه راوندد ويندو او الشباك المستدير، يبقى ده الاوفال ويندو او البيضاوي، بينما ده اسمه الراوندد ويندو.